بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى على نعمته علينا ظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس السيرة النبوية، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ይህ ወታሪክ ምን ዳስበት 12ኛው ደርሳችን። በዚህ ደርስ ላይ የምናየው ሶስተኛው የዳዕዋ አርከን ነው። المرحله الثالثه دعوه الاسلام خارج مكه በመክያው የዳዕዋ ሂደት ላይ እንደተመለከትነው የሚያልፋቸው አርከኖች ሶስት ናቸው። የሚስጥር ዳዕዋ ነበር፣ ከዛ ወደ ይፋ ዳዕዋ ተሻገሩ። ሶስተኛው يوجد دعوان. طبعا مكة لاي بزو تقاومو قطمو عجو بزو سكاي كدرس باتشو بوهلا استي يوجد دعوان مو من ملكة اللبي بميل السابوت النام الثاني. رسول صلى الله عليه وسلم ودى طائف بشوال عسرن يعمة نبي النت لاي نبي كونو عسرن يعمة لاي مالتنو ودى طائف هيلو. في شوال سنة 10 من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودى طائف هيلو. طائف 60 ميل اكابي يتقال رقته كمكه مالتنا. النبي عليه الصلاه والسلام سار اليها ماشيا على قدميه باقراتشو هيدو ورزا ابراتشو زيد بن حارثه رضي الله عنه اقرقاتشو نبر زيد بن حارثه ابراتشو نبر. بدا صلى الله عليه وسلم بسادات القوم ذكر الرسول بهلا باكابي ينبروا تلالك مريوتشن دعوه ما رق جمروا. فكلمهم عن الإسلام ودعاهم إلى الله والإسلام النا طريا رجل لاتشو دع الله طراتشو. فردوا عليه ردا قاسيا كفو كفو نونا بتعام هاي لينيات إنكار من لاش تطاتشو، وقالوا له اخرج من بلادنا كاجراتشن وطارات. ولم يكتفوا بهذا الأمر بس يال تبكاكم، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم كيلو تشاتشون النباري وتشاتشون هنسا السباتشو برسول الله نازمتو أدكت أباروتين سويالو. فتبعوه يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة. تكتلوا رسول الله يسدواتشو يجعوباتشو بلنقاي ورورو يمتواتشو أباروتشو. فأصيب عليه الصلاة والسلام في قدميه حتى سالت منها الدماء اقراتشو ومتواتشو دم بدمهم. وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والتعب ما جعله يسقط على وجهه الشريف. حزن تكازي دكام هل نقر تفرارك باتشونا مقاقوا ما كتاتشو دفت بلا ودك رضي الله صلى الله عليه وسلم كراساتشون ساب ألشالو. ولم يفق إلا وجبريل قائم عنده ينكت جبريل سينكو جبريل قوما قنوت ويم عندان يسير عيوه ميلوت من دنو بهالساب وست تسمتو منم مارق اندال لباتو سايكو سنبرو سيقوازو 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 يبان نلوت كهالسابات يتملسو جبريل سيانا قراتو. متانا جبريل ملك الجبال يترارى يعني ملائكة اندي بلوها إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين. كعب مكة عندما تاكد بترارى يتكببنه طائفة متمر كفلك أنت أززني الله في القرآن أنت أززني أنه كفلك هلتن بهلت ترارى ما ترارى زوريا ما هلنا يالوتنا هلتن ترالك ترارى وشامت أتشي بأند لي لقاج أونا لفجاج أونا. فأتى الجواب منه عليه السلام بالعفو عنهم. يا رسول ملاش من نبر وندماتي يكر مالت نبر. فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. ملسو من نبرة ملسات يا رسول عليه الصلاة والسلام أني بع الله لا يلاك أتسفى لي كنزي زريانا جربة اللهم ببتشنينت من مساقر وميامل كوزرية وتيمت قلو بيه بع الله لا يلاك أتسفى سلالين توجه. متفق عليه. سبحان الله يا نبي الرحمة أيو حمات شو لراسات شو مبك على النبرة ودا الله من الطرا وندمنا توج رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايا لي هون ويكبر اني لمن تنكاه بلال يا زين لقاكوي دي ما تاوردباچو اندي حدرغاچو يداعي بحر يالله نبي عليه الصلاه والسلام ازيغا ياساسباچو لببلو ان زي سايالقو بهيوت ينورنا زرياوچاچو مسلموچو نون يولد يچلالو بلاو فعلنم هون بزي عادقين يا ساعات بزي فتان هوني تالاي يهين قالوا رسول عليه الصلاة والسلام زاري إنيا يزي عندما تون يانقوان سايقت من النبرك الركالن النفرك الركالن انفرالن يازوني لك أكون ينالن. سبحان الله بنيانا با الله ملك تنيا مكاكل يالون يسفالي النت استينا استبر. عرض الإسلام على القبائل والأفراد في ذي القعدة قلي شوال لاي نبرا إهنا درقوت بلنا الطائف يلد قد تايوار لاي ذي القعدة لاي عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة تسفى كورتا ودى مكة تملسوا ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد دعوات شونتن لقنا عدسوا بتلالقوا ساوتنا بقل سبوت لاي حصابون يماكربون يمسنزرون قداي ملسوا لما جمر تنكس هكس. والاقتراب المساء الموسم يحج جزي سلك الربع في القعدة في الحجارة قطتها كان الناس يأتون إلى مكة لأداء فريضة الحج يحج انت قبار لما فتسم صوت يبتون البر يحج وقت درسوا لنا جزي وقبتوا لنا نبي عليه الصلاة والسلام يهين الدل متكم سننبر باتشو فأتاهم قبيلة قبيلة لحج يمتو تنصوت تلاقي قوسا بقوسا درجة إيان دان دو قوس هزن دهلو يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه سلمنا نياك الرب الله تشو يسبك واتشو كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة نبيكو هنو كارات يامت جمرو يتعرض عندنا برمانين وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤوه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به نبي عليه الصلاة والسلام بتجماري يتأيكوات شو ينبرون يقولون دنو اردون أقزون تكلاكل لين يا الله انت ري ما درس اندتشل تبابرون يميل تياك ينبر مياك ربوت ستة رجال من أهل المدينة كمدينة سويت سدست وندج وكان من سعادة أهل يثرب يا مدينة سويت بتعام ياسر ستات ينبروا عندنا قرم النبر أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة مدينة كم يقنيت يهودا وشم يسموت نقر نبرا إذا كان بينهم شيء يهون نقر بمهالات شو كتفتر من يلات شو نبر كتك آيامو مالتنا أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمن سيخرج كنبيات وش عند نبي الله بزي زمن يتلاك يوات عل فنتبعه إنك تلو النايلات شو نبر يهودا وشم يزباب بطبات ونقتلكم معه قتل عاد وإرم عاد إرم ذات الله إن دات أفو تفتف فرقل انفجات شعلن كسو قاعد تبابرن يالو يزباب بتبات برمان اليهود فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سياقين يعتشو قال لهم من أنتم معنا جعلت قالوا نفر من الخزرج يا خزرج وسايت والسنة سوتشلنا قال من موالي اليهود أي من حلفائهم كيهودا وش قال يتواولات شهود قال يتقبابات شهود ناتشهن دي قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم كتبلات شهود بالنورة من مسلات شهود قالوا بلى نكمت على من شقر الله فجلسوا معه كتبلوا كرسول عليه الصلاة والسلام فبين لهم حقيقة الإسلام ودعوته إسلمنا نونتا
የጥሪያቸውን ዋና ጽንሰ ሐሳብ አስረዷቸው ودعاهم الى الله عز وجل ودع الله ጠራቸው فتلا عليهم القران قرانا نببላቸው فقال بعضهم لبعض من تبابالو تعلمون والله يا قوم انت سوچا وقعتوا والله انه للنبي الذي توعدكم به يهود يهودا وش ميزبابتوباچو نبي يكوني فلا تسبقنكم اليه قدمون دايسلم قدموا يهن سويه انداغنوا فاسرعوا الى اجابه دعوته بفتنه طريون النقبلال واسلموا سلموا ولما رجع هؤلاء المدينه حملوا اليها رساله الاسلام يمدينه سوت غدونيوچ نبروا يمدينه سوت ليوچ نبروا ودياونو متنا ودى مدينة كتمل السبوح لا يسلم أن ننطر زوهيد فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مدينة بيت يوم من در بيت وسط يا رسول سمى وثابت عن نبرا قدموا سلموا قدموا تمشاتوا الله النزين سيادنك من دالتك قالتوا والذين تبوأوا الدار والإيمان بيتنا ميهون إيمانا قدموا يا يازو على الله سبحان الله فرضي الله عنهم وارضاهم كذا قطايو عامت لاي 11ኛው عامت لاي شوال كعامت بوحالا معناتنو نبيياتنا عليه الصلاه والسلام عائشه الصديقه رضي الله عنها اقبو يا 6 عامت لج نبرش نكاح ادرغو كعامت هجراتشو هجره ادرغو بت يمجمروا عامت لاي ك3 عامت بوحالا ود تدار هيوت وسط قبت بزتني عمتا رضي الله عنها وارضاها النبي عليه الصلاه والسلام يقدمات جاي نبره ليلوتم يقدمات تاريخوچ قالو بقطعي درساتن لا يمن ملكته هنال هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.